والشعب اليمني. أفواج من المتخرجين والدفعات الأمنية في صنعاء، أكثر من 350 فردا من كلية الشرطة العسكرية في مهام جديدة في الميدان بعد تخرجهم بحضور رفيع المستوى من السلطة في صنعاء، والهدف تأهيل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في ظل الحرب. أننا سنمارس أعمالنا بجميع مختلف أنواعها، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو أمنية أو تصنيعية أو غير ذلك، وأفضل مما كنا في السلم إن شاء الله. الدفعات الأمنية المتخرجة وهذه الرابعة منها تتخطى عرقلة التحالف السعودي لخطوات بناء الدولة اليمنية الحديثة، وهذه القوى الأمنية باتت رافدا أساسيا لضبط الجبهة الداخلية بدءا بأمانة العاصمة وامتدادا لبقية المحافظات. هذه الدفعة الحقيقة هي رافد أساسي لضبط الجبهة الداخلية والحفاظ على هذا التماسك الأمني الذي شهدته الجمهورية، وبدءا من أمانة العاصمة مرورا بالمحافظات التي تدار من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني. عرض عسكري احتضنه ميدان السبعين في صنعاء للدفعات الأمنية، كما يجري الإعداد والتأهيل والتدريب لدفعات جديدة لتكون رافدا لجبهات القتال المختلفة. دفعة رابعة من أفراد كلية الشرطة في صنعاء تتخرج اليوم. السلطة في صنعاء تقول أن ترتيباتها العسكرية والأمنية مستمرة حفاظا على الجبهة الداخلية في مواجهة حرب التحالف. أحمد محمد، زبيب، صنعاء، الميادين.